السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا الموعد المتجدد مع أنور مهلك. فجر ديمستورا قنبلة جديدة في ملف قضية الصحراء. هذه القضية التي شكلت نزيف في المنطقة المغاربية، وخاصة بالنسبة للنظام الجزائري الذي رهن دبلوماسيته وثرواته وتاريخه ومستقبل بلاده ومستقبل شعبه في قضية البوليزار. لكن المبعوث الأممي ديمستورا الذي فشل عندما كان مبعوثا في قضية سوريا ولم يفلح ولم يقدم شيئا، بل ظل الدم ينزف وهو يتفرج، وانتهى مشواره باستقالة من تلك المهمة. ها هو اليوم يخرج خرجة، ومجلس الأمن يستعد إلى اتخاذ قرار حول تمديد مهمة بعثة المينورسو وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذه الخرجة التي جاء فيها، خليني نقرأ لكم ما ورد فيها. اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليزاريو المؤيدة للاستقلال كوسيلة لتسوية الصراع القائم منذ عقود. واقترح ستيفان ديمستورا التقسيم كوسيلة محتملة لإرضاء الجانبين وإتاحة فرصة للسكان ليقرروا السلطة التي يرغبون في العيش تحت إدارتها، وفقا لإحاطة قدمت في اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الأربعاء، وحصلت عليها وكالة أسوشيتد بريس وأيضا تناقلتها حتى رويترز. وأضاف ديمستورا أن مثل هذا الخيار يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من جهة، ودمج بقية الإقليم كجزء من المغرب من جهة أخرى، مع اعتراف دولي بسيادة المغرب عليه. ووصف ديمستورا الفكرة بأنها تستحق الدراسة، وقال إن بعض الدول المعنية أعربت عن بعض الاهتمام، رغم أن المغرب وجبهة البوليزاريو لم يظهر أي علامة على الاستعداد للبحث الأمر على نحو أكثر استفاضة. هذا كتب من قبل، ورد البوليزاريو على حسب ما تم تداوله أنها رفضت هذا المقترح. وسوف يضع التقسيم على أسس تاريخية، مدينة العيون أكبر مدينة في الإقليم المتنازع عليه في الشمال، والداخلة ثاني أكبر مدينة في الإقليم في الجنوب. ورغم أن هذا التقسيم ربما يسمح بحكم ذاتي مغربي على بعض الأراضي واستقلال الصحراء، فإنه لا يلبي شروط طرحها أي من الطرفين منذ فترة طويلة، ويتبنى المغرب موقف عدم التفاوض على السيادة على الأراضي المتنازع عليها، فيما تطالب جبهة البوليزاريو بتقرير المصير من خلال الاستفتاء. وتقول الوكالات لم يرد ممثل المغرب والبوليزاريو على الأسئلة المتعلقة باقتراح ديمستورا. المعلومات التي وردت لاحقا بأن المغرب على حسب ما تم تداولهم بعض وسائل الإعلام أنه رفض هذا مناقشة هذا الموضوع من أساسه، والبوليزاريو أيضا تقول بأنه لن نتقاسم بهذا الصحراء وما إلى ذلك من هذه الأمور. ليس موضوع المقترح الذي اقترحه من قبل جيمس بيكر، الذي قدم حتى خطة بيكر والتي كان من بين ما فيها أن تكون الصحراء تحت حكم ذاتي لمدة 5 سنوات وبعد ذلك الاستفتاء، وفشل. وعندما اقترح هذا الأمر في لقاء مع بوتفليقة في هيوستن في عام 2002، بعد ذلك بسنتين في 2004 استقال من مهمته في إطار كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة. حقيقة أن هذا المقترح إن دل على شيء فإنما يدل على أن ديمستورا وصل إلى نقطة انسداد، وصل إلى نقطة مسدودة، ليس لديه ما يضيفه في هذه القضية، ما كانش هو يريد أن يوازن هكذا، وكأن هناك أطراف نزاع هكذا، ويحاول أن يصل إلى نقطة وسط عن طريق تقسيم الأرض. وهذا الأمر دليل خلاص، أنا في تقديري أن هذا آخر شيء الذي يسبق استقالة ديمستورا.
هذا آخر شيء يمكن أن يقدمه هذا الدبلوماسي المخضرم البالغ نحو 77 عاما من العمر. ما فيش، ما لا شيء، لا شيء يمكن أن يتحقق. ترى السؤال، ما هو الضغط القائم الآن على المغرب حتى يجعله يضطر لقبول هذا المخترع؟ ما كانش ولا شيء، لا حرب في الأراضي، لا هناك مظاهرات، لا هناك شعب ينتفض ضد حكم المغرب على هذه الأقاليم، ولا شيء. الناس هناك أنا جلتها شمالا وجنوبا والمنطقة كلها، الشعب يقول لك أنا مغربي. إذن أي ضغط على المغرب الذي يفرض عليه أن يتقاسمها؟ ربما في مرحلة معينة في ذلك التقاسم مع موريتانيا كان المنتظم الدولي والظروف الدولية والإقليمية وأشياء كثيرة غير ما هو الأمر عليه. الآن المغرب في وضع قوي صراحة على المستوى الدولي، فيه أمريكا وفرنسا وهما دولتان تتمتعان بحق الفيتو والعضوية الدائمة في مجلس الأمن، أنه ما لا يوجد ضغط على المغرب حتى يصل إلى هذا الأمر. ربما كما يعرف الناس في مرحلة معينة تقاسمها مع موريتانيا، كانت ظروف غير هذه الظروف تماما. لكن الآن ما هي الظروف التي تجبر المغرب حتى يقبل مثلا بهذا المقترح؟ ما فيش. البوليزاريو، ما هي الظروف التي تخليها في ضغط حتى تقبل بهذا المقترح؟ أقول لكم، قضية هذا ما يتم تداوله على أنها رفض البوليزاريو كلام فارغ. البوليزاريو مستعدة يعطولها دار كوزينة في جنوب المغرب باش يديروا دوية، لأن البوليزاريو تسابق الزمن، والظروف الدولية في غير صالح البوليزاريو ولا في صالح الجزائر. هذه الحقيقة، هي في صالح المغرب. لكن هذا المقترح هل هو يعني أنه يوصل بمبعوث أممي يجتر أمر قدمه سابقه جيمس بيكر وما تلقى حتى أهمية وتم تجاوزه ومضى إلى حاله وترتبت عليه أشياء كثيرة؟ يعني على الأقل لو اقترح شيء جديد، رؤية جديدة، دليل على إفلاس المبعوث الأممي هو هذا الشيء. في تقديري أن هذا المقترح الذي قدمه ديمستورا دليل على إفلاسه، لم يعد لديه شيء يقدمه، هذا هو الواضح. لأن هذا الأمر لن يقبله المغرب، ومن المستحيل، أنا لا أتحدث باسم المغرب ولكن بناء على التحليلات وبناء على معرفتي للوضع الذي هو عليه المغرب دبلوماسيا ووضعه أيضا في هذه المناطق، ما كانش مستحيل. البوليزاريو قد تراوغ وممكن تقبل، لكن المغرب ما هوش في وضع تافه. أنا في تقديري أن هذه نقطة كما يقول رماها في المياه الراكدة، بعد ما أنه لم يجد أي حل. النظام الجزائري يريد استمرار الوضع على ما هو عليه، والبوليزاريو تأتمر بأوامر الجزائر، ماذا بها تبقى هذه القضية مستمرة؟ خليها نزيف وخليها وضع مثل هذا، ممكن لن تقبل أي حلول أخرى. قضية حلم الدولة السادسة في المنطقة المغاربية صارت من سابع المستحيلات، لذلك راح يخلوا الوضع يمشي على ما هو عليه. هذا هو. البوليزاريو لا تستطيع أن تخرج على أوامر النظام الجزائري. المغرب يريد إيجاد حل، هو قدم مقترح الحكم الذاتي ولا يريد أي نقاش خارج إطار الحكم الذاتي. المبعوث الأممي وصل إلى طريق مسدود، أعطى رمى هذه القنبلة في بركة ماء راكدة ويخلي إلى أين تؤول. ولكن من جانب آخر، ما يجب يا إخوان أن نعتبرها فقط هكذا، أن هذا الدبلوماسي المخضرم واللي عنده دوائر أنه رماها فقط بعد هذا الأمر الذي فشل من قبل وسيفشل مع ديمستورا. تأكدوا يقينا أنه فيها بقوا اثنين مقترحات رايح ييجوا هذم المقترحات مع مبعوثين آخرين مستقبلا. المقترح القادم سيأتي فيه صورة أنه تقاسم الأرض، يعني المنطقة، يعني المغرب يعطي جزء من هذه الأراضي إلى جانب ما تسمى المنطقة الحرة لدى المحررة لدى البوليزاريو وهي منطقة عازلة، إلى جانب مقترح آخر للجزائر
أنه يعطوا لها جزء من التراب الجزائري. هذا المقترح الذي سيأتي، وتذكروا مليح هذا الكلام. فشل تقاسم الأرض في الداخل، بعد ذلك خذوا جزء، يطلبوا جزء من المغرب وجزء من الجزائر من أجل الجزائر حبة دولة وتراهن من أجل الدولة، أعطي لها جزء من أراضيك، لأن البوليزاريو أصلا الآن تمارس سيادتها كدولة على التراب الجزائري في تندوف، أعطينهم أرض يمارسوا سلطتهم كاملة. راح تقول لهم أو يجيهم مبعوث أمامي يقترح عليهم أن هذه الأرض اللي أعطيتها لهم كيمارسوا عليهم في سيادتهم أعطوها لهم بصفة دائمة وترسم حدود جديدة وخلاص وتكون دولة. المغرب سيرفض، جنرالات الجزائر سيرفضون، وفي نفس الوقت سيصرون على استمرار الوضع على ما هو عليه. قلت لكم أن جنرالات الجزائر يدركون يقين أنه لا حل في الأفق وفق ما يخدم أهواءهم، وأيضا لا يريدون إيجاد أي حل حتى تنتهي هذه القضية أبدا، خليها لو تزيد 50 سنة أخرى ويصرفوا عليها من الخزانة العمومية. هذه بعد ذلك هذا المشروع أيضا سيفشل، لأن المغرب لن يقبل أن يعطيهم أي قطعة أرض، حتى المنطقة هذه اللي تسمي فيها البوليزاريو محررة هي في نظر المغرب منطقة عازلة، وإذا انتهت مهمة المينورسو سيتم المغرب، سيقوم المغرب باسترجاعها ويرسم حدود ويضع كل شيء في هذا الأمر. هي القضية المانع الأساسي هو التزامه باتفاق مطلع التسعينات نتاع وقف إطلاق النار، والتزامه بقيام المينورسو بدورها كما حدد لها من طرف مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذا هو المقترح الذي سيأتي في إطار هذه الانتصارات الدبلوماسية التي يحققها أن المغرب على حساب نظام الجزائر في هذه القضية، أن الجزائر ستجد نفسها أمام خيارين، إما أنها ترضخ إلى مقترح الحكم الذاتي ومناقشة الأمر في هذا الإطار مع المغرب، أو أنها إذا أرادت دولة سادسة في المنطقة المغاربية تعطي لهم أرض، تعطي لهم تندوف وانزل من هناك حتى إلى منطقة الساحل والصحراء، تعطي لهم قطعة أرض وترسم لها حدود وتقول خلي فيها دولة سادسة. هذا هو، وفي هذا الوضع يكون هناك ضغط عن طريق إدراج بعض الدول لميليشيات البوليزاريو كمنظمات إرهابية، خصوصاً بسبب علاقاتها مع المحور الإيراني الذي يتآكل ويتهالك بعد هذه الضربات الموجهة للميليشيات الإيرانية. هذه الجزائر يا جماعة الخير ورطت نفسها في قضية البوليزاريو ورطة لا يمكن وصفها، وعندما أقول الجزائر أقصد النظام الجزائري، النظام الجزائري ورط الجزائر، ورط الجزائر. ستصل الأمور إلى إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب، والجزائر مخيرة بين أمرين، إما طرد هذه المجموعة أو أنها ترضخ الأوامر الدولية وتنزع لها السلاح. واذكروا كلامي جيدا، أنه نزع سلاح البوليزاريو سيكون أيضا ضمن مقترحات دولية في المستقبل، لأن المجتمع الدولي الآن يتجه إلى ضرورة نزع سلاح الميليشيات والمنظمات، وستكون البوليزاريو ضمن هذه المنظمات التي يجب نزع سلاح. إذن وين راح توصل هذا المقترح الذي اقترحه دي مستورة؟ سيستقيل بعد، ما راح يبقى فترة ويقدم استقالته، لأنه وصل إلى طريق مسدود حتى صار يجتر ما فعله جيمس بيكر مطلع الألفية منذ أكثر من 20 عام. ما الذي جاب جديد؟ لأنني أدرك يقينا يوم اللي عينوا ديمستورا على أنه لن يقدم شيئا، وأنا تواصلت معه شخصيا لما عين كمبعوث في سوريا وقدمت له بعض الأمور، ولكن لا يهتم بشيء، لا يهتم بشيء، يحاول أنه يستعمل هكذا كل المراوغات ثم بعد ذلك ينتهي الأمر بالاستقالة. إذن هذا المقترح، مقترح تقسيم الصحراء، ولد ميت. الأمر الآخر أنه يفتح الأبواب ويفتح الشهية نحو مقترحات أخرى سيصل بهم الحال إلى أن يقترحوا دولة على تراب تندوف، وهذا الذي سيتجهون إليه. أما رهانات الجزائر على أنهم سيجبرون المغرب على مسار معين، فتأكدوا بأن هذا لا يمكن أن يحدث، ومصيره بلا أدنى شك هو الفشل والسقوط،
واذكروا كلامي جيدا. نكتفي بهذا القدر، ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد آخر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.